انتي بقى مين؟ ملك. ايوه دي انا عارفها كويس. انا قصدي ايه اللي خلاكي تختاري المستشفى دي بالتحديد؟ انا ما اخترتش. هو مفيش حد هنا في المستشفى اختار انه يجي هنا. انا نفسي ما اخترتش ده. انا قصدي ايه حكايتك؟ قتلت جوزي واختي. زي ما قلت لكم وبكرر كلامي تاني، اهم حاجه في الشغلانه بتاعتنا دي هي الباترون. الباترون ده هو عباره عن هندسه، يعني ما فيش ابدا اي مهندس يقدر يبني اي عماره من غير ما يكون عنده رسومات، هي اللي بتوضح له كل المساحات. احنا كمان الباترون بالنسبه لنا شيء مهم جدا. دلوقتي بقى حد يقدر يقول لي مقاس الرقبه بيتاخد ازاي؟ اتفضلي. بنلف المتر حوالين الرقبه، المقاس اللي بيطلع بنزود عليه سنتي. برافو، هاي كويس قوي، انت مش مديه حتى فرصه لزمايلك ان هم يجاوبوا على اي حاجه. ودلوقتي بقى انا عايز اسالك سؤال خاص بالنسبه للظهر. طبعا كلنا عارفين ان الظهر بناخد مقاسه من تحت الكتف اليمين لتحت الكتف الشمال، بنسيب قد ايه بقى تحت الكتف عشان المقاس يطلع مستريح؟ من 5 ل 6 سم. برافو، انت مذاكره كويس قوي. مش عارف اقول لك ايه، انت مش محتاجه دروس تفصيل، خلاص انت فعلا مذاكره كويس. تعود على المذاكرة. طيب دلوقتي بقى مين هيشتغل معايا على الباترون دوا غير مدام سهام؟ أنا يا أستاذ حسين. برافو، يلا بينا. يلا عشان الدوا. يلا يا ملك. معلش بقى انا لازم اتاكد انك انت هتاخدي الدواء، لان انا معرفش اذا كنت هتبقي ملتزمه زي رؤى ولا لا. تصبحوا على خير. انتي عارفة انا لو كنت اتجوزت بدري كنت خلفت بنوتة قدك، بس انا عندي ادم هو اصغر منك بشوية بيحبني او كان بيحبني. هو انتي جيتي هنا ليه؟ حسين وحريص محمد علي على حرمان المماليك من الوصول الى المناصب الرفيعه بعدما تولى الحكم مباشره. والله جدع محمد علي كده، اللي تقدر عليه اعمله. طب انت عارف احيانا الواحد بيبقى عايز يعمل مع البنات زي اللي عمله محمد علي مع المماليك. بتقول انت اي كلام ما تعرفش تعمله. كمل كمل. ما هي نتائج مذبحه المماليك؟ انتهاء قوه المماليك و ايوه ايه؟ وانفرد محمد علي بالحكم دون معارضه. يا ابني المفروض اخد منك فلوس على اللي انا بعمله معاك ده. ده احسن من دروس الخصوصيه. انا مش هديك فلوس، بس ممكن اديك حاجات تانية. بجد؟ ادم حليت السؤال السادس ده ازاي؟ يا عم ده بتاع مذبحه المماليك. فاكس يعني مش محتاج انك تقول عقر في التاريخ ولا حاجه. فاكس وعقر؟ ايه يا ابني الالفاظ دي؟ ايه اللي حصل لك؟ ايه؟ كلام عيب ولا ايه؟ لا بس بسم الله ما شاء الله عددك في الهرم خليتك ابن بلد رسم. عارف يا انس انا قبل ما اجي هنا كنت في مدرسه كل حاجه معموله لها حساب، الحصص والمذاكره والاكل والشرب كله. كنت برضه ساكن في حته نظيفه بس كانت ساعه كده ما عرفتش اعمل فيها اصحاب، بس عند عمته كل في الشارع مش بس اصحابي حبايبي زيك كده. ماشي يا صاحبي بس اوعى تكون بتلعب كوره معاهم، ده انا اللي مكتشف. لا لا انا ماضي معاك عقد احتراف. ايه يا وليد؟ اخبار رؤى ايه؟ للاسف مفيش تحسن، رغم اننا غيرنا لها الدواء بتاعها اكتر من مره وحريصين على انتظام فترات خروجها للجنينه.
روح علاجها مش في المستشفى. ده حقيقي. قولي استقريت على موضوع الرسالة؟ انا بفكر بصراحة دكتور اني اعمل موضوع عن دور الارشاد النفسي في تخفيف اعراض الاكتئاب. تاني؟ انت ليه مصر تعمل حاجة اتهرست في 100 رسالة قبل كده؟ انا بصراحة دكتور مش قادر اخبي عليكي، انا عايز اخلص. وليد انت عارف ان انا متحمسة لك، وده لانك عايز تتعلم وتعمل اضافة بجد. المستشفى هنا فيها حالات مختلفة كتير عن المستشفيات التانية. ركز وفكر مرة تانية. حاضر هعمل كده. حاضر. ايه؟ عايز تقول ايه؟ هو انا ينفع اشتغل على حالة ملك؟ ملك؟ دي اللي كانت في العباسية؟ ايوه. بص يا دكتور، ملك دي انا متأكد ان هي حالة غنية ممكن جدا تفيدني بأفكار كتير وجديدة في موضوع الرسالة. مفيش مانع، بس بشرط يا دكتور، حضرتك هتاخد منها موافقة كتابية أو مسجلة، لأن الحقيقة مش عايزة مشكلة الأستاذ جلال تتكرر مرة تانية. حاضر خلاص، ما أنا اتعلمت بقى، هعمل كده، هاخد منها موافقة كتابية صريحة مسجلة، هعمل كده. اتفضل بقى شوف شغلك عشان أشوف شغلي. وزي ما حضرتك شايف يا باشمهندس، لان الفندق بيطل على البحر الاحمر مباشره، فكل الالوان الداخليه للريسبشن او الرومز هتكون باللونين الازرق والموف. والريسبشن زي ما هو متبع في الفنادق الجديده هيكون على هيئه روم واسعه، ممكن يتعمل اكتر من نشاط حتى ولو كانت اجتماعات سريعه. طب بالنسبه للموردين اخبارهم ايه؟ احنا اتصلنا بالليسته الموجوده عندنا من موردين وحدات الاضاءه والاكسسوار، وبلغناهم بميعاد المناقصه اللي هيكون خلال اسبوع ان شاء الله. برافو يا باشمهندس، شكل البروجكت اللي جاي هيبقى بتاع دي شهاده اعتز بيها. بعد اذنك يا باشمهندس. الو. ايوه يا سليم. كويس يا ست انك رديتي، ما يبقاش قلبك اسود بقى. لا والله انا قلبي ابيض خالص، بدليل ان انا جايب لك شغل اهو. بجد؟ شغل ايه وفين؟ لا يا ستي مش كل حاجه كده بسهوله، كل حاجه ولها تمنها، تالك انا اقول لك كده بالسهل. خلاص يا سيدي، شوف انت عايز تتعزم امتى وانا جاهزه. لا انا ماليش مزاج ان انا اسهر بره، انا قاعد عليك بالليل تعملي لي عشاء وشاي وكيك وكده واقول لك على كل حاجه. وانا موافقه خلاص، هستناك. يلا باي. طلع قرار ان انا سبت الشغل ده احسن قرار خدته في حياتي. حاسه اني حره، قادره اعمل حاجات كنت بمنع نفسي ان انا اعملها.